الحلقة اللي بزاف منكم طلبها وينتظرها بشوق كبير. ما يقع اليوم في فلسطين السبب ديالو حيتاش عنده واحد الخلفية اللي هي دينية، وهاد الخلفية الدينية خاص كل شيء يعرفها الصغير والكبير. تاريخ ديال القدس، كيفاش جات، شكون بناها وشكون اللي اعتنى بها. غادي نتكلموا أيضا على واحد الفئة اللي سميتها اليهود، أو بالأحرى مولانا سماهم في سورة الفاتحة غير المغضوب عليهم، حيت شكون هما المغضوب عليهم؟ داكشي اللي غادي نعرفوا اليوم. غنعرفوا القصة ديالهم والتاريخ ديالهم وحتى المعتقدات ديالهم، لاش تخططوا ولاش باغيين يوصلوا، وغادي تصدموا من الحقائق اللي يمكن أول مرة غادي تعرفوها، كيف ما صدمتني صراحة فاش عرفتها. هادشي اللي غادي نشارك معكم في حلقة الليلة، واللي خاص كل مسلم أنه يكون عارفه، أو لا تكون عنده على الأقل واحد دراية أو لا فكرة بهذا الجنس من البشر. سلام سلام، مرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي اللي كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير، اموركم هنيه، احوالكم طيبه. اذا كنت جديد على القناه نقول لكم مرحبا بكم، اذا كنت من اهل الدار الدار دار. خلينا بلا ما نضيع الوقت اكثر، اذا عندكم شي وليدات جيبوهم واجيو مرحبا بكم كاملين، ويلا نقولوا لنبدا. اول حاجه غادي نفتتح بها هذه الحلقه هي الحديث نتاع سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام عن ابي ذر قال: قلت يا رسول الله اي مسجد وضع في الارض اول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: وكم بينهما؟ قال: 40 سنة. ثم حيثما أدركت الصلاة فصلي، فهو مسجد. أول حاجة غادي نبداو فيها هي غادي نقول لكم شكون اللي بنى بيت المقدس أو القدس. كلنا عارفين بلي أنه اللي بنوا الكعبة هم الملائكة لأبينا آدم لما هبط للأرض، وسيدنا رسول الله تيقول أنه بين بناء الكعبة والمسجد الأقصى 40 سنة، وهذا معناه أنه اللي بنى المسجد الأقصى هو أبونا آدم عليه السلام. من بعد غادي يجدد البناء ديالو، أو لا غادي يجدد البناء ديال بيت المقدس، بناء اللي هو عظيم، هو نبينا سليمان عليه السلام، واللي هو أحد أنبياء بني إسرائيل العظام ورسل الله الكرام. وسأل الله تعالى 3 ديال الحوايج: حكما يصادف حكمه، وملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وأنه حتى شي حد ما يخرج من هذاك المسجد إلا وهو كما ولدته أمه. مات سيدنا سليمان عليه السلام، غادي تفرقوا بنو إسرائيل، مملكة في الجنوب مملكة يهودا، ومملكة في الشمال اللي هي مملكة إسرائيل. بقوا عاقلين على هذه المرحلة حيتاش غادي نرجع لكم لها في آخر الحلقة. هو الأول علاش تسموا باليهود نسبة للابن الرابع سيدنا يعقوب يهودا. اليهود كيعتقدوا بلي أنه دينهم والعقيدة ديالهم أساسها سيدنا إبراهيم، وهذا الأمر ماشي صحيح. سيدنا إبراهيم عنده واحد الولد اللي سميته إسحاق، وإسحاق عنده ولد اللي سميته يعقوب، والناس والأصل والدم راه كيف قلت لكم ديك النهار في ديك الحلقة اللي ترجع لسيدنا يعقوب واللي هو اللي سميته إسرائيل. اليهود اللي كانوا في زمن موسى راه ماشي هما اليهود ديال اليوم، دوك اللي كانوا في الزمن ديالو سميتهم بنو إسرائيل، وشكون إسرائيل؟ هو سيدنا يعقوب. أما في الدين ديالهم فهم كيتبعوا سيدنا موسى عليه السلام، وتيقولوا بلي أنه اللي عندهم في التوراة هو نفسه اللي نزل على سيدنا موسى عليه السلام. لكن في هذه الحلقة غادي تأكدوا باللي أنه اللي عندهم ماشي هو اللي نزل على سيدنا موسى، أم عجيبة وغريبة وغادي تصدمكم. فلما نجاهم مولانا وصفت لهم موسى كانوا في مصر كيعبدوا وكيتدلوا من طرف فرعون اللي ما خلى لهم لا ولد ولا بنت إلا وتقتلوا لهم. غادي يجيهم سيدنا موسى غادي يتزاد العذاب ديالهم، ولاموه باللي أنه حنا كنا معذبين قبل منك، وفاش جيتي دابا راه ما استفدنا منك والو. قالوا: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. موسى قال لهم: استعنوا بمولانا وصبروا، ما كيلاش أنكم تستعجلوا. لما جاهم مولانا وخرجوا البحر غادي يشوفوا جيش فرعون، فكذبوا سيدنا موسى ديك الساعة: ما نفعتينا لا أنت ولا دينك ولا حتى العقيدة ديالك ولا حتى ربك. فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى: إن لمدركون. موسى تيقول لهم: معايا ربي فسيهديني، وما ممسيقينوش. سيدنا موسى غادي يضرب العصا ديالو وغادي يتفتح البحر على جوج، وغادي يخرج هو ومن معاه من بني إسرائيل من الجهة الأخرى ديال البحر، غادي يدخل الفرعون والجيش ديالو لوسط البحر. وهنا مولانا أمر موسى باش أنه يضرب البحر بالعصا ديالو وتسد وغرق فرعون ومن معاه. سيدنا موسى قال لبني إسرائيل: مولانا نجاكم وهلك أهل فرعون. قالوا ليه: لا ماشي بصح، فرعون راه ما ماتش، وفرعون اصلا ما تيموتش، وهنا مولانا غادي ينجي الجثة نتاع فرعون غير باش يشوفوها بنو اسرائيل. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وان كثيرا من الناس عن اياتنا لغافلون. لما شافوا غار قدامهم عاد صدقوا بلي انه الامر صحيح. غير هم خرجوا من البحر وسلاموا من هذه المرحله، دازوا على واحد الامه اللي كتعبد العجل او البقر، وهنا قالوا لسيدنا موسى: اجعل لنا الهه بحال هذا القوم، بغينا شي إله من غير ربك.
وتخيلوا معايا على قوم كيفاش داير لما نهاهم سيدنا موسى سكتوا ومشاو وقالوا ليه ما غادي نامنوا بك حتى نشوفوا ربك. فأهل الايمان ما شافوش الغيب ولكن صدقوا لهم المسلمين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله. مولانا هز عليهم الجبل وسكتوا تابوا ورجعوا. سيدنا موسى مشى يكلم مولانا 40 يوم في هذا الوقت هم في نظركم شو غادي يديروا. جا عندهم سامري خدم منهم الذهب دار به واحد العجل وبداو كيشطحوا عليه وكيعبدوه من دون الله. كانوا يقولوا هذا إله موسى ونسى ومشى يكلم ربه وما عرفش بلي انه راه هنا. تخيلوا معايا مولانا وما سلمش من الحقد ديالهم والإجرام ديالهم. كاين واحد المقولة ديالهم مشهورة اللي تيقولوا فيها انه مولانا خلق السماوات والأرض بستة ايام وجا يوم السبت وارتاح حتى شعيا. فأنزل مولانا في القرآن الكريم ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. أمة ملعونة وما قراتش حتى الخالق. شوفوا باش وصفوا مولانا عز وجل في الكتب ديالهم المحرفة اللي باقا موجودة ليومنا هذا وكتداول ما بينتهم. سمعوا قلة الاحترام ديالهم في نوصلات. في التوراة ديالهم كيوصفوا مولانا بالعجز. انا غادي نعطيكم ادله باش يبان لكم الضلال ديالهم والتحريف ديالهم وشنو تقرا وش من منهج باش غاديين به. مولانا صارع يعقوب وكاد يعقوب انه يغلبه حتى قال الله لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل اسرائيل لانك جاهدت مع الله والناس وقدرت. هذا الشيء اللي مكتوب عندهم في التوراة يا سادة الكرام انه لما عبدوا بنو اسرائيل العجل غضب الرب وقال لموسى فالان اتركني ليحمى غضبي عليهم وافنيهم. جاوبوا سيدنا موسى ارجع عن حمو غضبك. زعما كيخاطب مولانا وندم على الشر بشعبك وحاشا سبحانه جل علاه. يا ربي تسمح لي غير على مجرد ما كنخرج هذا الشيء بلساني. مولانا قال لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء. داكشي اللي قلت لكم كان تحريف من طرف علمائهم. اكثر من هذا غادي يوصفوا مولانا باشياء اللي اعتذر صراحه ما نقدرش نشاركهم معكم. سب طعن وبلي هو سبحانه وتعالى عما يقولون بلي فقير ونحن الاغنياء. كيسبوا مولانا بالبخل لانه طلب من الناس الزكاه. ايه هاد اليهود اللي كتشوفوا دابا كيتغاوتوا راه الشيء اللي عندهم في التوراه ديالهم المحرف والمحرم وبلي انه الله قائم في وسط مجمع الهه يقضي. يعني ما كاينش غير هو ولكن ما بين الالهه. عرفتوا شحال من استغفار بمجرد ما كنقول غير هاد الجمل خصني ندير هاد النهار. هاد الشيء بعيد على دين سماوي وبعيد على شي نبي انه يجيبه. ولكن راه يستاهلوا صراحه شنو دار بهم مولانا. كاين ايضا في التوراة ديالهم لانه مولانا عز وجل امر سيدنا موسى انه يامر بني اسرائيل في مصر انه يحط على كل واحد فيهم على داره علامة. علاش؟ باش يعرفها مولانا، يعرف بلي انه في هذا الدار كاين اسرائيلي باش ما يعذبوش اذا نزل العذاب وخدا غيرهم. لكم التعليق على القذارة والجهل في ابهى حلته. نزيدكم بلي انهم ما حبسوش هنا، يسبوا حتى الملائكة. سيدنا جبريل سبوا حتى في زمن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. جاو تيسولوا سيدنا محمد شكون تينزل عليك بالوحي؟ غير هو اذا كان جبريل حنا ما غاديش نامنوا به، واذا كان غيره امنا. وهنا أنزل الله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو الكافرين. هاد الخباث غادي يعدي حتى أنبياء بني إسرائيل وماشي غير موسى وصافي. هارون ويوشع بن نون اللي هو الغلام اللي رافق سيدنا موسى لما قابل سيدنا الخضر. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. تخيلوا معي النبي اللي جا كيخططوا باش أنهم يفضوها معاه أو اللي يفضوها عليه. القرآن مدح لجميع الأنبياء من سيدنا آدم إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. إحنا مسلمين مؤمنين كنأمنوا بجميع الأنبياء ولا نفرق بين أحد من رسله. وغير مجرد دوينة خيبة لشي نبي كأنك خرجتي من الملة من الدين. حيتاش مولانا اللي اختارهم وجعلهم معصومون وأصفياء وحماهم وجعلهم خير بشر فوق هذه الأرض. فاليهود ديال اليوم اللي كيعتبروا رؤوسهم بلي أنهم خير الأمم وبلي إحنا والو بالنسبة لهم وبلي هما شعب الله المختار اللي ما وقروش الأنبياء والأغرب بعض أنبياء بني إسرائيل بحال سيدنا زكريا النبي ديالهم اللي سبوه وعيروه وبغاو يقتلوه وهرب منهم في الغابة. ربي كرمه بواحد الشجرة اللي غادي يحلها ليه ودخل في وسط منها وما ينشروا على نص
أيضا ولده اللي ما خلاوش، سيدنا يحيى عليه السلام اللي كان من أعبد الناس وآخر نبي قبل سيدنا عيسى، وحدة من العاهرات عزكم الله بغات تزوج بالملك، وهذا الأخير اللي هو الملك سول سيدنا يحيى واش يتزوج بها، قال ليه باللي لا هي من المحرمات عليك، هي غادي تمشي تسيل الملك وغواته، وقالت ليه سير ذبح يحيى دابا وجيب لي راسه. وفعلا داكشي اللي كان، وهو سجد المولانا قطعوا ليه الراس. شفتوا الخبز عند اليهود كيفاش داير؟ قتلوا الانبياء وكفروا بهم وعاندوهم وحاربوهم وقتلوهم، يعني ناس اللي مولفه منذ الازل هذا الشيء ومع الانبياء والرسل، فشنو بغينا حنا يعاملوا البشر العادي زعما اهل فلسطين ولا اهل غزه ولا عموما المسلمين؟ كيفاش بغيتوا انهم يتعاملوا معاهم؟ حنا اصلا قال لي كسيدي كيعتبروننا باللي نحن وثنيين. وجدوا لي ريوسكم معايا باش نشارك معكم بعض النصوص اللي صراحه ما تقدرش تقولها على واحد الشخص اللي هو عادي، فما بالك انهم غادي يقدروا يقولوا على الانبياء. سيدنا موسى كيعتبروه إله من دون الله، فقال الرب لموسى انظر أنا جعلتك إلها لفرعون وهارون أخوك يكون نبيك. كيف تالي أيضا على لسان موسى بكلام فيه قلة أدب مع الله، فقال موسى للرب لماذا أسأت إلى عبدك ولماذا لم أجد نعمة في عينيك حتى أنك وضعت ثقل جميع هذا الشعب عليك. كيتهم هارون أيضا باللي أنه هو اللي صنع العجل وأمرهم بالعبادة دياله، وكتقول التوراة ديالهم عن لسان مولانا بلي انه امر يوشع بالزينة، ويوشع اللي ما عارفش عندهم هو جوش باللغة الانجليزية. اذهب خذ لنفسك امرأة زينة والاولاد زينة. اما على سيدنا داود تيقول عليه التوراة كان داود يرقص بكل قوته امام الرب. قتلوا سيدنا زكريا ويحيى وبزاف من الانبياء. تيقول ابن القيم انهم في نهار واحد قدروا يقتلوا 70 نبي، لقوله تعالى افكلما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ففي المفروض او لا يفترض انه يكون عندهم اعظم نبي هو سيدنا موسى وهارون خوه، ولكن في احد النصوص في التوراة ديالهم المحرف تيقولوا لانكما خنتمان في وسط بني اسرائيل. داود في الزمن ديالو هو اللي قتل جالوت انصروا الله واعزه. حنا كمسلمين كنعترفوا به اكثر منهم. فراسكم شنو تيقولوا على سيدنا داود بلي انه شاف امراه عاريه واعجب بها وزنى بها ولما احبها قتلها رجلها اللي كان واحد الجند من جنود داود. في نظركم هذه شخصيه من؟ شكون تيزني وشكون تيقتل وشكون تيفسد؟ ايضا سيدنا سليمان في احد النصوص ديالهم تيقولوا عليه بلي انه يميل قلبه لعباده الاصنام. سيدنا نوح تقي صابر اللي تسمى بهذا الاسم نوح بكثرة بكائه ونوحه من خشية الله، تيقولوا بلي أنه كان كيسكر وكان كيتعرى. سيدنا آدم تيقولوا عليه في كتبهم بلي أنه كان تيزني بشيطانة 130 سنة، وحواء كذلك وولده من شياطين. يعني حتى في الخرافات وما يمكنش تصدقوا هذه الأمور. أما سيدنا لوط طاهر لأمر القوم ديالو بالطهارة وحاربوا القوم ديالو حيتاش نهاهم عن الرذيلة. اليهود تيقولوا في التوراة ديالهم بلي أنه لوط زنى بابنته. وسيدنا عيسى آخر الأنبياء قبل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام النبي الطاهر اللي جا الدنيا بأمر من الله وبدون أب، والأم ديالو سيدة نساء العالمين، النبي اللي كلنا تنأمنوا بلي أنه غادي يرجع مرة أخرى في آخر الزمان. وصفوه بلي أنه ابن زنا وحاربوه وعرضوه وحرضوا ملك الروم في ديك الوقت باش أنه يقتلو، وصفتوا ليه الجيوش اللي دخلت عليه البيت ديالو باش تقتلو، وهنا غادي يرفعوا مولانا عنده ونجاه منهم. تفاصيل نتاع كل نبي عندي في القناة اللي بغي يمشي يشوف كل حاجة، شي غير باختصار مفيد باش كنوا عندكم فكرة باش تطلعوا على العالم تاع دوك الناس كيفاش داير. انا عارفة بلي انا التفاصيل هي خبيثة، الودن ما كتقدرش تسمعها والتفمي ما قدرش يخرجها، ولكن تخيلوا قمة القذارة اللي كيعيش فيها هذوك الناس. راه عندهم غير الخبط في داك التوراة المحرف ديالهم اللي كيتعبدوا به الله، وقال لك بلي انه مقدس وتورثوه عبر الاجيال. تيعترفوا بلي الانبياء انبياء، ولكن ما عندهمش مشكل انهم يسبوهم. اين المنطق؟ مكرهش صراحه هذه الحلقه تترجم للانجليزيه توصل لهم. هاد القوم كانوا عارفين بلي انه غادي يخرج نبي وغيكون اخر الانبياء، وعارفين الصفات ديالو وبلي انه هاديك وقته، ولكن غادي يكفروا بهم. صفية بنت حيي رضي الله عنها كانت يهودية فأسلمت ولات من أمهات المؤمنين. فعاد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام واحد النهار سمعت بها سيد قومها وعمها أنه لما هاجر الحبيب للمدينة كتقول بلي سمعتهم تيقول واحد الآخر أهو هو؟ نعم عرفته هو نبي الموعود. قال لي اه شو غادي دير؟
عداوته هو المفر به محين، يعني عارفين بلي انه نبي وبلي انه اخر الانبياء وبلي هو اللي خاصهم يتبعوه، لكن ما داروش هذا الشيء. بزاف ديال الاحداث ايضا اذا مازال باقين تتذكروا، لما رسول الله حل خيبر واعطاهم حقهم وسكنهم ديورهم غادي يغدروه وحاربوه، واخر مكان هي اليهوديه اللي قدمت لسيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام الكتف ديال اللحم وقالت ليه هاك هذه الهديه راني طبختها لك. سيدنا رسول الله قبل الهديه ديالها وشد ديك القيمه دارها في فمه، فاوحى اليه مولانا بلي انه فيها سم، غير باش تعرفوا ان الطبيعه ديال هاد الناس راه خبيثه، غدر وخيانه، وما تيحافظوش على العهود ولا حتى انهم صادقين. اشد الناس عداوه واراب في هاد الارض هم هاد الناس، ولكن بلاتي الوعره هي المكانه ديال المراه عندهم، هادي كاع بزاف. المراه عندهم اللي كتولد كيعتبروها بلي انها نجسه فتره النفس، اذا ولدت ولد واذا ولدت بنت كتضعف فتره النجاسه ديالها. اما دعاء الرجال عندهم في الصلاه لما تكبروا تيقولوا مبارك انت يا ربي لم تجعلني وثنيا ولا امراه ولا جاهلا، ايه هادو اللي قتلونا بحقوق الانسان وبالمراه الى ما اخره. اليهود عندهم المراه حتى شي حاجه وباللي هي رمز الخطيئه. من غير التوراه عندهم واحد الكتاب واحد اخر اللي سميتو تلمود واللي هو اخطر من التوراه، اللي فيه غادي يجمعوا 1000 سنه من كلام الاحبار ديالهم وخلاوه مقدس، اللي فيه الشروحات نتاع التوراه وفيه كلام تاع كبار العلماء ديالهم. فاليهود عمرهم ما كانوا مساكن وعمرهم خصهم يبقاو فيك، حيتاش كيامنوا بافكار ومعتقدات اللي راه ما يمكنش شحال خطيره. اسمع، غير في باب الطهاره والنجاسه بلي انا والمراه اذا ولدت الانثى كتكون نجسه لمده اسبوعين، وكل واحد اذا مشى حتى قصها تيكون نجس، واي حاجه جلست عليها حتى هي نجسه. هكا تيشوفوا المراه في الشريعه عندهم. ايضا الامر الغريب انه في الشريعه عندهم انه كل ذبائح النصارى والمسلمين حرام، حيتاش كيبان لهم بلي انهم هما وثنيون عندهم، والدم وان كان حرام اكله الا انه وسيله للتكفير على الذنوب. تياخذ الكاهن من دم الثور المذبوح امام الرب وتبدا تيغمس صبعو فيه وكيمسو صبعه ديال المرات. اما مع غير اليهود تيقول واحد الداعيه ديالهم اللي سميتو الحاخاماناحيم فرومان الذي يلقب بلي انه صانع السلام، تيقول لهم ايها اليهود انتوما من بني البشر حيتاش ارواحكم المصدر ديالها روح الله، واما باقي الامم ماشي بحال هكا حيتاش ارواحهم مصدر روح نجسه. ايضا مكتوب في التلمود ديالهم اقتلوا الصالحه من غير الاسرائيليين، ويحرم على اليهود انهم ينجوا باقي الامم من الهلاك او اللي يخرجوهم من شي حفره كيوقعوا فيها. ايضا ورد لانهم سموح انك تغش الامي وانك تاخذ المال ديالو بواسطه الربا الفاحش، واذا بعتي ولا شريتي من خوك اليهودي شي حاجه فما تخدعوش وما تغشوش. ايضا مكتوب عندهم بلي انه لا مانع من اغتصاب من غير اليهوديات، وبلي انه يحل اغتصاب الطفله الغير اليهوديه، تخيلوا اذا بلغت من العمر 3 سنين. وكلام لي هو كثير، واللي ما تقش جوجل راه كاينه، يقلب من باب المعرفه وغادي تصدم كثار من هذا الشيء. وترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم والعدوان واكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. شفتوا على نصوص عندهم، الحمد لله على نعمه الاسلام، كيعتبرونا وثنيين اميين. وراه ليكن في علمكم ماشي غير حنا اللي ما تنحملوهمش، بريطانيا المانيا وحتى فرنسا وروسيا الى ما اخره، شنو دوزوا عليهم في القرون اللي دازت؟ راه ما يمكنش شنو دوزوا على هاد الخنازير اللي تسعوا في الارض فقط من اجل الفساد. ورا ما كانت تشي حرب نايضة في الأرض إلا ومن مراها اليهود، كلما أوقدوا نارا أطفأها الله. غير باش نشرح لكم ونكونوا متفاهمين، هذا الفيديو ماشي باش إذا شفتي شي يهودي تكرهه، حيتاش عندنا في الدين الإسلامي ديالنا إذا قتلتي يهودي خصمك الحبيب، إلا إذا كان محارب ولا في أرض المعركة. حنا ماشي بحالهم، واخا تيشوفونا بهذه النظرة حنا مسلمين، ما كنظلموا حد، ما كنأذيو حد، وما كنشفروا حتى شي حد. وإذا شاركتكم هذا الشيء اللي عرفت مؤخرا من باب المعرفة غير باش تعرفوا الأصل ديالهم ومعا من حنا وشكون هما كيدايرين والخبز ديالهم، هادشي اللي كاين. دابا الجواب على السؤال المشهور، ارض فلسطين لمن وشكون عنده الحق فيها؟ فعطوني ديناتكم وسمعوني مزيان. دابا عاد غادي نرجع معكم الفقره الاولى اللي قلت لكم تسناوني فيها. قلنا في الاول بلي انه امر موسى عليه السلام القوم ديالو باش انهم يدخلوا الارض المقدسه بقوله يا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين، ولكن هما جبنوا عن الجهاد وعجزوا على الدخول لها، وقالوا النبي ديالهم سيدنا موسى بلي انهم ما غاديش يدخلوها ما دام القوم جبارون فيها، وطلبوا منه انه يمشي هو وربه يقاتلان الاعداء، فإذا حررها غادي يدخلوها. إيوا هنا فين قدر الله عليهم أنهم يتيهوا في الصحراء لمدة 40 سنة.
عاشوا بنو إسرائيل فلسطين ما شاء الله أن يقيموا. من بعد غادي يرتكبوا الجرائم والقبائح ونزل عليهم مولانا اللعنة ديالو والسخط ديالو وحتى الغضب، وكتب عليهم الذل والمسكنة والتشريد في بقاع الأرض، وسلط عليهم ناس وحد آخرين اللي خرجوهم من الأرض المقدسة وشتتهم مولانا في العالم. فبقوا اليهود في أرض الشتات كيشوفوا الأرض المقدسة واللي سموها أرض الميعاد، وكيحنوا ليها وكيتأملوا أنهم يرجعوا ليها وكيتسنوا فوقاش غير يحتلوها ويقيموا فيها. لكن للأسف نجحوا في العصر ديالنا اليوم في تحقيق ذلك في غفلة من المسلمين، وهزمهم اليهود في الحروب وأقاموا الكيان ديالهم في الأرض المقدسة، وبداو كيقنعوا الآخرين على أنهم أصحاب حق في البلاد وبلي أنه الله كتب هذه الأرض المقدسة لهم وقرر بلي أنه تبقى لهم إلى قيام الساعة. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. هما كيقولوا هذه الآية دليلا على ما يقولون وجعلوها شاهدة على ما يزعمون بلي أنه الله كتب لهم هذه الأرض المقدسة. ولكن أعطوني وديناتكم، كاين اللي كيتخدع بكلام اليهود وكيصدقوا التفسير ديالهم لهذه الآية وكيقولوا آه بصح الأرض المقدسة راه ديال اليهود ماشي ديالنا، إذا خاصنا نخليوها لهم. فشنو معنى الآية وشنو الفهم السليم لها؟ نقول أن الله كتب لهم الأرض المقدسة، هذا صحيح ما كاين حتى شي خطأنا، ولكنها ليست كتابة دائمة حتى قيام الساعة، وإنما هي كتابة لموقوتة كتبها لهم مولانا لما كانوا مؤمنين موحدين صالحين، وكان الآخرين اللي فيها كافرين وثنيين. وإن المؤمنين أولى من الكافرين بتملك البلاد والإقامة فيها. حقق الله لليهود هذا الوعد، ادخلوا الأرض المقدسة بقيادة العبد الصالح يوشع بن نون، وغادي يقيموا فيها دولة إسلامية إيمانية مزدهرة بلغت أوج تقدمها أثناء حكم داود وابنه سيدنا سليمان عليهم السلام. من بعد خرجت اليهود على الشرع الرباني وارتكبت من المعاصي والجرائم ما ارتكبت، واستجلبت بذلك غضب الله والسخط ديالو واللعنة ديالو وحتى العذاب ديالو. وفي هذه اللحظة غادي تفقد حق تملك الأرض المقدسة والإقامة فيها، وكتب عليهم مولانا الذل والضياع والتشرد في بقاع الأرض. إذن كتب الله لليهود الأرض المقدسة كتابة خاصة ولكن بشروط، فلما فقدوا دوك الشروط فقدوك حق فيها، وكانت كتابة موقوتة بزمان حيتاش كانوا مؤمنين وسط أقوام من الكافرين، ولكن من بعد ذلك أصبحوا كافرين بجانب قوم مؤمنين، حيث أخرج الله للناس الأمة الإسلامية أمة الخلافة والوراثة، وأورث الله هذه الأمة الجديدة الأرض وجعلها هي صاحبة الحق في الأرض المقدسة. وفقد اليهود أي حق فيها لأنهم كفروا وطغوا وبغوا. وردت آيات صريحة في القرآن اللي كتقرر هذه الحقيقة، القوم يستحقون الأرض ويرثونها ما داموا مؤمنين، فإذا كفروا فقدوا الحق فيها حيث يورثها الله للمؤمنين الآخرين، فالوراثة هي وراثة الأرض والدين، تقوم على الدين وعلى الإيمان وليس على التاريخ والنسب والإقامة. وروضح سيدنا موسى عليه السلام هذه الحقيقة للقوم دياله لما كانوا مضطهدين معذبين عند فرعون، قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ولهذا لما كانوا مؤمنين صالحين أراد الله أنه يجعلهم وارثين الآخرين، فقال تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. داكشي باش أغرق الله فرعون وأورث بني إسرائيل اللي فيهم المؤمنين الصالحين، فأخرجناها من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل. ولكن بهذه الشروط ورثوا اليهود البلاد، ولهذه الأسباب تبليهم الله الأرض المقدسة. فمولانا بلغ بني إسرائيل هذه السنة على لسان نبيهم داود عليه السلام، قال تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن هذا لبلاغا لقوم عابدين. أخبر الله يهود بهذه السنة الربانية حول الأرض والوراثة ديالها في أوج قوة الدولة ديالهم وقمة تقدمهم وتمكينهم في الأرض المقدسة، لأنه الأرض المقدسة لكم إذا كنتم صالحين عابدين لله، فإذا خلفتم هذا العهد فلا حق لكم فيها. ومولانا غادي يجيب واحد القوم لهم عابدين صالحين باش هم اللي غادي يورثوها، وجاء الله فعلا بقوم عابدين صالحين واللي هما المسلمون، وورثهم داكشي اللي كانوا تيملكوه اليهود سواء في المدينة وما حولها أو لبلاد الشام ومدنها، لقوله تعالى وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا.
فبعد هذا البيان القراني كنخرجوا بالنتيجه وحده اللي كندخلوها دماغنا وكنورثوها لوليداتنا، انه الارض المقدسه كانت لليهود، فلما كفروا فقدوا اي حق لهم فيها، واورثها الله للمسلمين وجعلها لهم حتى قيام الساعه. هذا وعد رباني وكلام رباني، حتى حاجه ما جبتها من عندي. فكنتمنى ان هذه الحلقه تكون نالت اعجابكم واستفدتوا وفهمتوا. انا صراحه عاد توضحوا لي بزاف ديال الامور اللي ما كنتش عارفاهم، حيت كنت كنتسائل ويلي القدس لليهود كيفاش ولات للمسلمين. دابا فهمت كل شيء صراحه. اذا استفدتي شي حاجه ما كرهتش تخلي تعليق لتحت وتقول لي واش تزاد لك شي شويه في القاموس ديالك من هذا الشيء اللي عطيتكم اليوم. دمتم في رعايه الله وحفظه، نتلاقاو ربما بعد غدا مازال ما عرفش. سلام سلام.